أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب، أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب، أو أن لا يعود إلى الذنب، الأول أو الثاني؟ ها؟ الأول، أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب، أو الشرط أن لا يعود إلى الذنب، الأول. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أننا إذا قلنا الشرط أن لا يعود ثم عاد بطلت التوبة الأولى، وإذا قلنا الشرط العزم أن لا يعود ثم وقد عزم أن لا يعود ثم عاد فالتوبة الأولى تبقى صحيحة، وعليه أن يتوب توبة ثانية للذنب الجديد. وعلى كل حال فالشرط هو العزم أن لا يعود في المستقبل، فإن عاد فعليه توبة أخرى، فتاب وعاد يتوب، عاد يتوب، فعاد يتوب. فإن قال القائل أليس قد ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن رجلا أذنب فتاب ثم أذنب فتاب ثم أذنب فتاب، ثم قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فهل هذا يعني أن الإنسان إذا تكرر من الذنب وهو يستغفر يغفر له؟ الجواب نعم، مهما أذنب ثم استغفر يغفر له. لكن لو قال قائل إن ظهر الحديث فليعمل ما شاء يعني فليعصي الله، قلنا لا، لا استقيم هذا، لأنه يخالف الأدلة الكثيرة الدالة على أنه لا بد لكل ذنب من توبة، إلا طائفة واحدة من هذه الأمة هم الذين لا يحتاجون إلى توبة من الذنب، وهم أهل بدر، فإن الله اطلع إليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الشرط الخامس